أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان حكومة المملكة المتحدة عزمها تدشين نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتبارا من بداية العام المقبل 2023 ويشمل النظام الجديد الإعفاء الكامل لمواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية الوثيقة وتعزيزا للروابط الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي بين دول المجلس والمملكة المتحدة الصديقة.